لم تتوقع الشابة العشرينية أن حقها في الاقتراع سيسلب منها وأنها ستحرم الإدلاء بصوتها في الانتخابات النيابية. ميم ألف: شابة لبنانية توجهت بعد ظهر الأحد في 15 من أيار إلى مدرسة مسروبيان في برج حمود لتفاجأ بأن هناك من اقترع باسمها. فريق عمل الجديد كان قد توجه إلى المدرسة المذكورة يوم الانتخابات بعد وقوع الحادثة للتحقق عما حصل. اجت الصبية بدها تنتخب، فنحن أخذوا هويتها وعم بيقولوا اسمها ورقم السجل، رقم السجل وكل شيء، فنحن بين عنا أنه هي انتخبت الصبح. أكيد شفنا أصبع، يعني ما في منا منتخبة ولا شيء. ما كنت شايفتيها من قبل أو سامعة باسمها لما قالوا اسمها بالغرفة؟ معنا اسمها قبل الظهر، رجعنا سمعنا اسمها بعد الظهر ساعة 4 وشوي، بس هو وجهها ما بتذكرها. الجديد تواصلت مع ميم ألف للوقوف على تفاصيل ما حصل. زودت رئيس القلم بجواز سفرها، فردد اسمها قبل تسليمها ورقة الاقتراع، وكانت المفاجأة. وقال اسمي مندوبين كلهم طلع صرخوا النوب اوريدي انتخبت، اجت الساعة 9:06 يوم قايدين عندهم رقم كمان. اي واز شوكت انه شو يعني اجت انتخبت، انا هلا بعد نازله من بيتي، يعني اي كولت خط الداخل كمان ما كانوا هلب 40 دقيقة كانوا عم ينقلوني من خط لخط، لطرحت على المخفر دايركتلي هونيك. كثير استغربوا من الموضوع لدرجة انه رئيس المخفر طلب انه كان مقدم اول اجت راح معي شخصياً. نعم. راح وشاف كل شيء، شاف هوية نفس الرقم الهوية، كل شيء نفس الشيء، وأخذ كل الأسامي تبع المندوبين واستجوابهم هونيك. مصادر أمنية معنية بالملف لفتت للجديد إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة بإشارة القضاء المختص، إلا أنه بحسب المعلومات فالعملية الانتخابية استمرت يومها في القلم بشكل طبيعي ولم يلغى الصندوق عند الفرز. جزمت ميم ألف أن هناك من زور هويتها، خصوصاً أن التوقيع الموجود على لوائح الشطب مغاير لتوقيعها الحقيقي. في أحد تاني مدورين هوية ورايحين صوتين عندي. أنت مأكدة أنه صار في تزوير للهوية؟ 100% وإذن على المحضر تبع الأغفر مكتوب تزوير. وماضي حد اسم ماضي نفس الضائق؟ لا مش نفس الضائق أكيد، أنا ما بمدي اسمي أصلاً. خسرت هذه الشابة اللبنانية فرصتها في الإدلاء بصوتها، صوت أرادت من خلاله محاسبة الطبقة السياسية. ما كنت رايحة أنتخب لأي حزب. كنت رايحة تصوتي للتغيير يعني؟ المجتمع مدني صح. في حال ثبتت فرضية التزوير وألغي صندوق الاقتراع المذكور، فهذا التفصيل قد يقلب المعادلة ويغير نتائج الانتخابات كاملة في دائرة المتن الشمالي. طلع الفرق 70 صوت، أكيد رح نقدم تعب، أكيد في مشاكل كثير. ثمة من سرق صوت هذه الشابة اللبنانية، ومن يتجرأ على سرقة صوت انتخابي لا يستبعد منه سرقة مقعد نيابي. ياسمين بودياب، قناة الجديد.